لنتكلم الآن عن وسائل التواصل الاجتماعي. نمضي ساعات طويلة أمام شاشاتنا للتواصل على منصات التواصل الاجتماعي، وفي بعض الأحيان قد تصل هذه الساعات إلى 4 ساعات، ونرى أن أطفالنا أيضا يمضون ساعات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي ربما للحصول على معرفة. والآن سأسألك، هل لديك أي قواعد لأطفالك ليتمكنوا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ أحاول عدم تقييد استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أعتقد أن ذلك شكل خطأ. أعتقد أنهم حصلوا على معلومات كثيرة من موقعي ريدت ويوتيوب أكثر من أي مواقع أخرى. ولربما كنت سأضبط استخدام أطفالي لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر، وأراقب أكثر ماذا يشاهدونه على هذه المنصات، لأننا نعرف كيف تعمل الخوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي وكيف بإمكانها أن تنقلهم من موقع إلى آخر ومن فيديو إلى آخر. إذن علينا أن نراقب استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، وعلينا أن نكون حذرين من الخوارزميات التي تستغلها هؤلاء الأطفال.